هذيك ربي نوال انا نخلي تقول لي تكلم في التليفون راني كلمت 200,000 مره تليفون ما جاوبني حد هذيك ربي انت حاضر تقول سير حاضر قال لي معناها تعرفش معناها سير خويا تعرفش معناها تو معناها معناها ما نعرفش معناها الناس بدك تعريفها يا دي يقول لي يقول لي يقول لي يقول لي ماشي تجي تضبط وقت الصبيطه وقت الصبيطه عندها هاك وقت الصبيطه لا لا عندي مزر. عندي انا توك انا حسب الشروط تونس يا اخوي عليك تعالي حاضر هو اسمعني صليش على النبي انا مصلي على سيدنا محمد صليش على النبي الله مصلي على النبي نحاول نحاول انا لو كان حصل ايدي لك يا محمد يعني حاضر يعني حاضر ننصحك نصيحه نتاع اخويا يا اما الشخصيه لك يا حاضر الشخصيه ترجع لها غدو ومستحسن ما ترجع لهاش غدو اسمعني ليا خليك معايا نجم نجم نسمع نسمعك نسمع اخي على الاقل قصه واحد يفصل لك ولا ورا يمسك عليك في بالو وحط روحك هكا بالضبط انت تقول لي كيف مش عارف سامحني سامحني مو سيرفيس والله لا نعرف لا نعرف حتى سامحني خدش يسعدك حل شوية انت اذا فيك تحب تعمل هكا ياسم ولا اللي يعمل هكا ياسم شو انا نعطيك حل في حل انا قلت لك اوش كم وانا ديريكتور مو ان شاء الله مثال مثال في نيوصل نشوف الميلان نقول له السيد هذايا هو واش عنده بدا فهمني ولا فهمني ولا نديرو مراوح ان شاء الله بارما بارما نجم تعمل ميلان وبارما شنو يعمل باسبورات الصغار باهي تسمعني اي تسمعني شنو يعمل في الباسبورات اليوم في بالي باش تجبد السيد عادي 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 المسؤول عادي 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 المسؤول عادي عادي المسؤول